جديد في فير بلاين واصلوا حديثنا عن استعدادات الانديه التونسيه لعوده بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. على كل باش نحكيوا على مستقبل رجيش، معنا بالتليفون الكوتش عصام المرديشي، نحكيوا معاه على استعدادات الفريق لعوده وانطلاق البطوله. كوتش اهلا بيك. مرحبا اخوي اسلام، اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بكافه مستمعي ومستمعاتي اذاعتك في السفينه. شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ طبعا الحمد لله عايش خويا لاباس. امور المستقبل شنو هي؟ خير الحمد لله، انا نخدم احنا نستناو في اللجور بتاع ان شاء الله تبدا شامبيونا باش نعرفوا روحنا لاباس ولا ان شاء الله. باه احكي لنا شويه على بدايه التحضيرات، اللي عندكم جديد انتم تقريبا من اول فرق اللي بدات الاستعداد للموسم الجديد كوتشا. صحيح نحن من اول فرق متتر، اول فريق رجعنا، لكن تعرف في الوضع الصحي الحالي في بعض الاحيان زاد الكوبرفو والحظر الصحي الشامل اجبرنا ان نعلقوا تمارين في بعض الاحيان، لكن الحمد لله معناتها وصلنا ترتمم ونقسموا جمعه معناتها تروجور ترينيو وتروجور ربو كيف كيف تعرف لانه يعني جو دي بلاس انا من سياق الجيش، دونك مرات كيف تسكر الصفاقس ولا تسكر المهديه ما نجمش توحد نخيروا انه نرتاحوا افضل، حتى الرئيس معناتها اللي اكزيج في الامور هذه يقول لك معناتها اون دو ريسبكتي القرارات تاع الدوله، هذاك قعدنا متقطعين بعض الشيء، لكن الحمد لله بليز اون قاعدين نحضروا في روحنا قاعدين نخدموا وان شاء الله تما كان الخير. باهي بالنسبه للافكتيف سعيد كملتوا الانتدابات الملاعبيه الداخله والخارجه والا ما زلتوا؟ والله احنا من حسن حظنا ان ما عندناش برشا خارج، معناتها احنا باستثناء ديارة وجاسم حمدوني اللي انتهى معناتها الفترة الإعارة بتاعه ومالك البلعابي حسام السويسي زاد خرج. نعم اي كيف كيف اي صحيح، ثلاثة هذوما كهوا اي ثلاثة هذوما الكهوا والحارس وحارس المرمى اي زياد جبيل. زياد جبيل هذا الرباعي اللي غادر الفريق اوفيسيالمون، عوضنا بالانتداب الامامي حارس مرمى الاولمبي بيجي وحارس معناتها كونفيرمي ولا سيد اكسبيريونس ولاعب في الانتدابات، قمنا بزوج انتدابات معناتها من جمعيه اريانا لزوج لاعبين ولاعب وسط ميدان امين بن عمر ولاعب رواق ايمن بن بلقاسم هذم لاعبين ممتازين، في انتظار معناتها ان شاء الله ما زلنا نقوم جددنا الاعاره تاع اللاعب المدافع كونستان، نحن ما زلنا معناتها باستثناء ما زلنا مهاجم ان شاء الله نلقاو الظله بتاعنا في المهاجم وفي لاعب رواق اخر، لانه كما قلت لك بنسبه 70% نفس الافكتيف تاع الموسم الفارط هو الموجود معنا الموسم هذا. هو خاصه ديران صار وهذه حاجه ايجابيه برشا. بيان سور نتصور قلت لك كوتش ديران باش يخلي بلاصه كبيره الموسم القادم. ممكن انفا ديارا مع الموسم الفارط ما لعبش برشا ماتشات، نحن ستاتيستيك اللي عندنا ديارا لعب 16 مباراة سجل فيهم 8 اهداف، عندنا نضال بن سالم زاد اللي هو كيف كيف من المهاجمين الباردين الموسم الفارط مازال معانا لعب نفس النمبر دو ماتش وسجل 8 اهداف، ديارا عنده 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 مكانة صحيح في مستقبل الرجيش، لكن الرجيش القوة بتاعها في المجموعة مش في الافراد. المجموعة كما قلت لك نسبة كبيرة منها هي نفسها، هذاك الشيء اللي تمن وشيء اللي خلينا نكونوا مرتاحين، ديارا مهاجم قاع خذا فرصه وبرز الموسم الفارط، كيما نجموا الموسم هذا نعطيه فرصه لمهاجم اخر وان شاء الله يبرز ويكون حتى افضل من ديارا. هو حتى نضال بن سالم اللي جبته انت الكلام عليه نجم يخرج ولا؟ لا ما عادش عندنا خروج، نحن اللاعبين اللي موجودين اليوم على ذمتنا سي كما قلت انت سكرنا الباب الخروج، مازال باب واحد مفتوح هو باب الدخول للانتدابات هكا وشكون باش ننتبهوا، لكن شكون باش نخرجوا ملاعبيه ما عادش عندنا حتى ملاعبي باش يخرج، كلهم على ذمه مستقبل الرجيش الموسم هذا. المقابلات الوديه ظهر لعبتوا تقريبا عندكم نهارين ولا ثلاث ايام مع الاهلي السعودي، عملتوا واحد واحد هكا كما يشغل واحد واحد عملتوا. عملنا اثنين اثنين لا اثنين سامحني. نتيجه باهيه ضد فريق ممتاز جدا اللي هو من الفرق الكبار في السعوديه. ولا ما نجموش نحكموا مقابلة ودية تو؟ لا بالعكس مباراة ودية بالنسبة لنا احنا في الاسبري بتاعنا مباراة ودية هي ايجالا مباراة اوفيسيال معناتها مباراة رسمية، تعرف المباراة الودية تجم تجرب فيها تقوم فيها بتجارب عديد اللاعبين الخطط التكتيكية ليشونجمون بتاعك، احنا ثالث مباراة ودية هذه مباراة اهلي جدة لعبنا مع امل حمام سوسة ولعبنا مع النجم الرياضي الساحلي في سوسة والثالثة هذه ضد اهلي جدة. انتصرنا على حمام سوسه، انهزمنا مع النجم الرياضي الساحلي 1-0 في سوسه، وعملنا 2-2 مع اهلي جده، لكن الحاجه الباهيه انه في الثلاثه لقاءات اللي خضناهم نخلقوا نومبر دوكازيون ممتاز جدا، معناتها النومبر هذه الحاجه اللي تخلينا نتفائلوا انه قاعدين نخدموا في خدمه باهيه، قاعدين مواصلين على الاسبري والتفكير واللحمه ولا سوليداريتي والحب الانتصار حب التاكيد بتاع البرفورمانس بتاع الموسم الفارط، هذا الكل يخلي اللاعبين كلهم
عندهم نفس الاوبجيكتيف مع الاداره مع الاطار الفني انه موسم تحقيق نجاح اخر ولا تاكيد النجاح في الموسم الفرد. احنا الاهلي جدا صحيح عملنا 2 سنين لكن صدقني عملنا مباراه ممتازه جدا حتى سجلناها المباراه مع تجاونا مينيموم 5 ولا 6 فرص سامحه للتسجيل حتى راس راس مع مع الحارس وضيعنا عديد الفرص حتى فريق الاهلي جدا معناتها ما مش سامعين اللي يعرفوا الفرق بتاع تونس الفرق الكبرى سواديزون ما يسمعوش على مستقبل الرجيش يقول لك هذا مستقبل الرجيش فريق الموسم الفارط عمل موسم استثنائي لكن ديما جديد العهد في الرابطه الاولى لكن كي شافوا الروندمون وشافوا معناتها الاسبري اللي هبطنا به ونمبرز اوكازيون راتي قالوا فريمون مستقبل الرجيش من الانديه للموسم هذا ان شاء الله باش تكون مفاجاه اخرى كونديسيون كونه ان شاء الله كيما قلت لك كلنا نخدموا على هدف واحد نحن والحاجه اللي تفرح برشا واللي فريمون ان شاء الله تكون كما الموسم الفارط هي اداره ملمه اداره قريبه برشا رئيس نادي موفر كل ظروف النجاح هذا الكل فريمون يخلينا نخمو الا في حاجه واحده كما قلت لك قبل انه ان شاء الله امامنا الا النجاح وتاكيد الريزلتا والروندمون اللي قدموه الوليدات الموسم الفارط. شنو حطيتوا الاهداف كوتش؟ والله الاهداف كما الموسم الفارط نحن مستقبل الرجيش ديما فريق حديث العهد عمل نتائج ممتازه نحب نكونفيرميو النتائج الممتازه في الموسم الفارط، الموسم الفارط صحيح كمل ب 36 نقطة في المركز السادس لكن قلنا لهم نحن حتى في الديسكور بتاعنا انه النادي الافريقي مثلا بعراقته وباسمه الكبير الموسم الفارط معناتها حقق البقاء بتاعه في الجرية الأخرانية ب 39 نقطة، يعني بعيد 3 نقاط فقط على مستقبل الرجيش، صحيح مرتبة مشرفة سادسة لكن بوتيتر لو نيفو اللي وصل له عديد الفرق بتاعنا كيما الافريقي كيما النادي الرياضي الفارسي كيما الاتحاد المنستيري عديد الفرق هو اللي خلى بوتيتر النيفو بتاع الشامبيونات تاعنا يتيح ويخلي الانديه الكل متقاربه نحن نحبوا سنا بوركوا با نعملوا نجموا فاسيلمون نعملوا نومبر دو بوا اكثر لكن نجم يكون الكلاسمون بتاعنا اقل من المركبه السادسه احنا اهم حاجه انه دون دوا كونفيرمي المستوى اللي قدموه مستقبل الرجيش الموسم الفارط وان شاء الله بوركوا با نوصلوا نشرفوا مع نشرفوا الرجيشيه الكل معناتها الناس اللي عطت فينا الثقه والناس اللي فريمون وفرت لنا كل الظروف للنجاح. تاخير شويه الشامبيونال البدايه نتاعها لخبط شويه التحضيرات خاصه انتم بديتوا في التحضيرات ولا لا سي انو ديريكتي فيه معناتها بالعكس احنا تو احنا ستاف نخدموا حضر على اساس لو 23 اوت توخر موا دونك اون ديريكتي فيه البروغراماسيون بتاعنا سيتي بريفي باش نعملوا تربص في نهايه الشهر جويليا دونك اجلناها شويه مباراه الوديه كيف كيف عملنا اعاده برمجه للليدات بتاعنا دونك سي انو هذيك داخل في خدمتنا لازم نطيحوا شويه في الشارج نوريك دي في الليدات بتاع ماتش اميكو مرات نعطيو نهارين 3 ايام راحه اللي ما كانوش في البرنامج لين كيما قلت ان شاء الله ما تزيدش توخر اكثر لانه فريمون ثم كوب دي موند وثم كوب دافريك وثم مش ما تصيرش بريسيون على الشامبيونات كيما الموسم الفارط لانه نحب ولا نكره الموسم الفارط البريسيون هذيك اللي صارت واكثر من 10 لقاءات ولا 12 لقاء في ظرف وجيز جدا راهو اثر زاد على المستوى بتاع اللاعبين وعلى المستوى البطوله بتاعنا ان شاء الله ما نغلطوش نفس الغلطه هذه. صحيح يعطيك الصحه شكرا لك عصام مرداسي على تدخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله ليك ولمستقبل الجيش في الموسم القادم. شكرا لك سلام. دونك كان هذا عصام المرداسي يحكينا على استعدادات المستقبل رجيش للانطلاق البطولة خلال الموسم القادم كنا حكينا أيضا مع الأولمبي البيجي مع شهاب الليلي وحكينا أيضا على أمل حمام سوسة مع نوف الشبيل بعد الفاصل أيضا والأخبار باش يكون معنا باش نحكيو على فريق آخر استناونا موزيكا وبعد رجعين